تظاهر العشرات من أهالي ذي قار في ساحة الحبوب وسط الناصرية للمطالبة بتوفير مفردات البطاقة التموينية وتخفيض الأسعار وإرجاع سعر صرف الدولار. تظاهرات كبيرة وحاشدة، وكان مفادها على الحكومة إيجاد الحلول وإلا التصعيد قادم. اليوم نطالب من أجل لقمة العيش، يعني بين فترة وأخرى تقوم حكومة الأزمات من أزمة إلى أزمة. اليوم ارتفاع بسعر الدولار وارتفاع بأسعار المواد الغذائية بسعر جهنمي. إجابة الكاظمي والبلمان كلها هي سلطة متعدبة لإغراب العراق وليس إصلاح العراق. أنا اليوم أريد إصلاح الباحة دكتور الغام اختاريني. اليوم اختاروا الآن شبابني وإخواننا وهني، زين وين نروح؟ قول العراق مو لكم، خلينا نطلع. ليش تسوون بينا هيك؟ شنو الظلم هذه؟ الله اكبر عليكم وعلى احزاب كلي. من عام 2003 لحد الان شعب يعاني من المفردات البطاقه التومينيه، اموال انصرفت الى وزاره التجاره ما ذبتها بالصوره الصحيحه، سيطرت عليها الاحزاب. الأموال اللي صرفت إلى وزارة التجارة سيطرت عليها الأحزاب، وزارة التجارة متآمرة ويا الأحزاب. وكانت ردود الأفعال غاضبة جدا على الإجراءات الحكومية تجاه المواطن، وإن قوت الشعب أهم من الولاءات الحزبية. عمي بالعباس، حكومة ما بيحب، حكومة حرامية قادرين على الفقير. لا عندنا شارع بيحب، لا عندنا يعني زيت بطل زيت بأربعة. إيش بيك إذا أنت عندك فلوس؟ إحنا ما عندنا، تريدنا نبوك بس انت ما بيك حظ. انت رئيس وزراء قايدتك احزاب. قول الحكومة العراقية والاحزاب الفاسدة تحاربونا بقوتنا، سوف نحاربكم باقوى. كافي من 2003 تبقون بينا، كافي ما تشبعون. يوم مصعدين الدولار، يوم مصعدين الدين، بيش نطبخ بنفوت؟ والله خبلونا بالعباس ابو فاضل مليني، وهسه بس الفقير جاي يطلع. هذا شوفه المتعين واللي حصل على تعيين نايم بالبيت ما يطلع. ارتفاع الأسعار وانخفاض الدينار، والمواطن ذي قار يعاني من سوء المعيشة، والحلول الحكومية التجميلية الترقيعية لا حلول جذرية. لذلك تظاهرات اليوم هي بوابة لثورة مطالب قادمة. لقناة وان نيوز، سار شنون، الناصرية.